الفوق بمخافة الله وانصتوا لسماء الإنجيل المقدس. فصل من إنجيل معلمنا مالوقا البشير التلميذ الطاهر باركاته. من مزامير أبينا داود النبي بركاته. لأن الرب ابتغى الحقائق ما أعظم كثرة صلاحك يا رب الذي أذخرته للذين يخافون. خلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم. إنه ليس أحد في مواليد النساء أعظم من يوحنا المعمدان
ولكن الأصغر منه في ملكوت السماوات أعظم. وجميع الشعب سمعوا، والعشرون برروا الله معتمدين بمعمودية يوحنا. وأما الفريسيون والناموسيون فرفضوا مشورة الله من جهة أنفسهم، ولم يعتمدوا منه. بماذا أشبه ناس هذا الجيل؟ ومن يشبهونا؟ يشبهون أولادا جالسين في السوق ينادون بعضهم بعضا قائلين: زمرنا لكم فلم تنقصوا، نحنا لكم لم تبكوا. لأنه جاء يوحنا المعمدان لا يأكل خبزا ولا يشرب خمرا، فتقولون به شيطان. جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب، فتقولون هو ذا إنسان أكل وشريب خمر، محب للعشرين والخطاة، والحكمة تبررت من جميع بنيها. آه آه